ألا تعلم أن الله لم ينادي رسوله صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، بل وقد نادى على كل الأنبياء بأسمائهم المجردة، فقال تبارك وتعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى لا تخف، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. فلما أراد أن ينادى على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي ربك ينادي. تبارك وتعالى